بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحبة، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل البدايات الافتراق. قد تعترضون علي، تقولون أنت توصينا بالاقتراب والتآلف وعدم الابتعاد، ثم الآن تقول لنا الافتراق بداية سعيدة، بداية ناجحة، بداية جميلة. نعم، لأن كثرة البقاء معا تسبب خلافات ونزاعات، تؤدي إلى جدال قد يطول، تأتي بالسأم والملل. كل هذه الأمور قد تنتج عن طول بقائنا معا، فلا بد من بعض الافتراق حتى نجدد الاشتياق. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. يعني لا تزور كل يوم، يمل الناس منك، يضيقون بك، تحدث نزاعات معهم. إنما زر غبا تزدد حبا، يعني زر واقطع. زر غبا يعني زر واقطع ورجع زور مرة ثانية، يزداد حبك لهم ويزداد حبهم لك. لهذا تشتكي زوجات المتقاعدين من بقاء أزواجهن في البيوت ساعات طويلة في اليوم، فتحدث نزاعات بسبب بقائهما معا، بقاء الزوجين معا، تدخله في كل شيء وتصرفه في ما تقوم به الزوجة من ينصح، يوجه، ينتقد، يلوم، يعاتب، حتى تتمنى المرأة أن يعود زوجها إلى العمل. عملنا مرة دورة لزوجات المتقاعدين، كانت النساء يشتكين، يبحثن عن وسيلة لإخراج أزواجهن من البيت حتى لا تقع هذه المجادلات والنزاعات الكثيرة. حتى في النوم تدعو جمعية الشخير الأمريكية إلى أنه الذين يشخرون في نومهم أن يناموا في مكان منفصل، يغادروا الغرفة سواء كان الزوج أو الزوجة، حتى لا يؤدي هذا القرب إلى تقطيع النوم. يعني بعض إحصاءات جمعيات النوم أن الإنسان يمكن أن يستيقظ 6 مرات في اليوم بسبب هذا القرب الزائد بين الزوجين، سواء بتحرك كل منهما إذا كانا ينامان على سرير واحد، أو بسبب الأصوات من شخير وغيرها. هذا كله يؤكد أن القرب الزائد ليس حسنا، وأن الافتراق يزيد الاشتياق. لهذا بعض السفر الذي يقوم به الزوج دون زوجته، أو تقوم المرأة به دون زوجها، تسافر مع أهلها، يؤدي إلى أن يشتاق كل منهما إلى الآخر، وهذا الابتعاد يوقف النزاعات إذا كانت قائمة بينهما، فلا بأس من هذا الفراق. يعني بعض الزوجات يلححن على أزواجهن أن يجلسوا في بيوتهن ولا يخرجوا منها ليبقوا معهن. لا يا بنتي، خليه يطلع يشوف أصدقاء، ربعة، يرجع يحكي لك قصص، يسمعك طرائف سمعها، تشتاقين إليه، ترتاحين منه، يرتاح منك. يعني ليش هذا الإلحاح أنه يجلس معك في البيت 24 ساعة؟ هذا ليس أمراً صحياً، لابد من الافتراق. الأقوال في هذا كثيرة والحكم متعددة، كلها توصي بأن يكون هناك بعض البعد بين الزوجين حتى يشتاق كل منهما إلى الآخر، وحتى تخف تلك النزاعات الناتجة عن بقائهما معاً طوال الوقت. أرجوكما أن تغير نظرتكما إلى الافتراق بأنه أمر إيجابي إذا لم يزد عن الحد. أنا ما أقول إنه كل واحد يعيش في مكان آخر، لكن بعض الافتراق. أضرب لكم مثال: زوجة ضابط بحرية أمريكي، طبعاً ضابط البحرية يغيب كثيراً عن زوجته، رحلات على البواخر، في مهمات عمل لأنه ضابط. فماذا يحدث؟ تواصل جميل بين الزوجين،
زوجة هذا الضابط تراسله، تتحدث معه عبر الهاتف، عبر التطبيقات الكثيرة، يحدثها عن شوقه إليها، تحدثه عن شوقها إليه، فكأنهما خطيبان أو زوجان حديثان يشتاق كل منهما إلى الآخر. نحن لا نقول لكما افعلوا أو افعلا مثل ما يفعلان بهذا السفر الطويل، لكن هذا جانب إيجابي مهم من هذا الافتراق. فالرجل يسمح لزوجته بزيارة أهلها، بتلبية دعوات صديقاتها، حضور مناسباتهم الكثيرة، ما له شيء، خليها تروح تبتعد عنك، تشتاق إليك وتشتاق إليها، تروح عن نفسها، وأنت كذلك اسمحي لزوجك أن يلبي هذه الدعوات التي يتلقاها، تشتاقين إليه ويشتاق إليك، وتصبح الحياة أحلى وأجمل وأقل في النزاعات، صدقوني. إذا زر غبا كما قال صلى الله عليه وسلم تزدد حبا، الذي يزور ويقطع يصبح محبا لمن يزوره، مشتاقا لزيارته، لا يسأم منها ولا يمل ممن يزوره في هذه الزيارة. صححوا معي الله يرضى عليكم هذه النظرة تجاه بعض الافتراق، لأن له جانب إيجابي واضح من زيادة الشوق، قلة النزاعات والخلافات، التقارب أكثر، مع أنه في افتراق لكن يصير تقارب أكثر وتآلف أكثر أيضا. فلنراجع نظرتنا ونصححها إن شاء الله، ونفرح ببعض هذا الافتراق، ولنصحح أيضا أفعالنا، ما نرفض إذا أرادت الزوجة أن تلبي دعوة أو أن تسافر مرة مع أهلها، أو الرجل يذهب في مهمة من المهمات التي يكلفونه بها في عمله، خليه يروح، برجع بجيب لك الهدايا وبيشتري لك ما تتمنين من تلك البلدان التي سافر إليها. خلي نظرتكم واسعة لهذا الافتراق، لا تضيقوا أذهانكم وأفكاركم و ترفضوا هذا الافتراق القصير الذي يأتي بخير كثير. احرصوا على أن لا تضيقوا بغياب بعضكم عن بعض بعض الوقت، فإن هذا يجدد الحب، يجدد الحياة، يبعد السأم، يبعد الملل، يشوق كل منا إلى صاحبه، وفيه فوائد كثيرة كما ذكرت، بيأتي بحكاية، بمواقف، بكلام كثير يجلس فيحكيه لي، ويأتي أيضا بهدايا وأشياء جميلة أفرح بها، والهدية كما نعلم أيضا تحابوا فتجلب المحبة والود والوئام. لا تضيقوا بالافتراق أرجوكم، صحيح لا نوصي به طوال الوقت وطوال الأيام، لكن شيء قليل منه مفيد لحياتنا، حتى لو كان دون سفر، حتى لو كان في نفس البلد، عنده عمل بعد الظهر، مشغول في بعض القضايا، عنده مهمات، طالما في وراءها شيء من الدخل الذي يأتي إلى الأسرة تستفيد منه، فهذا شيء جميل ينبغي أن ندركه وأن نصحح نظرتنا إليه، فلا نرى فيه إلا الوجه السلبي. لا، ليس سلبيا كله، فيه كثير من الخير، كثير من الفوائد التي ينبغي ألا نحرم أنفسنا منها، ونحسن الظن ببعضنا. يمكن يكون الدافع إلى رفض هذا الافتراق سوء ظن أحد الزوجين بالآخر، بأنه ما ابتعد عني إلا لأن هناك أحدا يشغله عني، لا، مو ضروري دائما يكون هذا هو السبب. الافتراق يجدد الاشتياق، وكما قال صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.